سيداتي انساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخباركم ايه؟ معاكم محمد زرزه ايجيبشن فيش توك، وحلقه جديده من يوميات سمكاوي الجزء الرابع، وفيديو جديد من السلسله بتاعت الحلقات بتاعت كيفيه انشاء حوض مزروع. النهارده هنتكلم على التربه اللي انا هستخدمها، والمنظر اللي انتوا شايفينه ورايا ده، انا فارش التربه والفرمي والكلام ده كله على الارض. هشرح لكم انا يعني فرشه كده ليه وايه وجهه النظر من كده. بس قبل ما اتكلم في اي حاجه، نصيحة، لان الوضع دلوقتي في الطالع زي ما انتم شايفين، اياك 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 تمشي من غير كمامة، والكمامة بتستخدم مرة واحدة، ده ليك ولصحة وصحتك وصحة اهلك وعشان ولادك وعشان مامتك وعشان باباك. حتى لو انت يا راجل مقطوع من شجرة، يعني مفيش داعي ان احنا نأذي حد او نأذي نفسنا على الاقل. يا رب يا رب يا رب محدش يحصله حاجة وحشة، ويا رب يشفي كل مريض باذن الله. المهم بقى نخش في التفاصيل. عندنا قصة الفيرمي كومبوست اللي انا استخدمه ان شاء الله في الحوض بتاعي. طيب هو ليه بيعمل لون؟ نخلص من اللون ازاي؟ الكاب لير او الجزء اللي بيكتمه تحت ده كام سنتي، والفيرمي كام سنتي؟ كلام كتير قوي 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 هنتكلم فيه النهارده. يلا بينا. الحوض المزروع صاحبه لسه ما جاش استلمه. الحوض اللي انا بعمل فيه الدوره البيولوجيه، كل ده الفلتر شغال ودروجو وكل حاجه تقريبا مفروشه على الارض لحد ما نخلص اللي ورانا. المفروض ان شاء الله ان انا اصنفر الاخت دي وارشها نيكل عشان يبقى شكلها حلو وانضف من كده، لان هي جايه طبعا متبهدله وعليها خدوش وحاجات، وده الطبيعي يعني، ده الطبيعي. وقصه الصنفره دي للمنظر الكويس والنظافه، واتمنى يبقى تبقى وقت ان انا اعمل الكلام ده. نخش في المهم. انا الحوض بتاعي 45 90 في 45 في 45، فقلت عايز اعمل مثلا ما يقرب من 3 سنتي فيرمي، فضربت 90 في 45 في 3 تقريبا طلع لي بتاع 12 لتر. دول ال 12 لتر الفيرمي. طيب هو الفيرمي بيتعالج ازاي؟ والله كثره الاقاويل والنقاشات حول الموضوع ده. والمره اللي فاتت لما خالد جاب لي الفيرمي، خالد كان بينقعه، يعني مثلا تجيبه ايه، اول ما تجيب الفيرمي كده تقعد تنقعه بتاع اسبوع، كل يوم تغير عليه ميه لحد ما يطلع كميه كبيره من اللون بتاعه، وبعد كده خلاص. وده اللي هاني عمله، وانا عملت غلطه ان انا لما هاني جابه لي كان مندي شويه وحط كله في كيس واحد، فانا سبت الكيس ده حضرتك بتاع اسبوع، فطبعا الفيرمي كان هيعفن او شبه ابتدى هيطلع ريحه. انت واخده جايبه بقى مكسره يعني فتفته، كان طبعا عامل زطينه، دلوقتي بص تحس ان هو لا يعني فرق. جبته قمت فرده على الكيس كده، وباداه كده انا سارقها على فكره من الصيني، والحاجات بتاعت مراتي ربنا يستر ما تقفش يعني، او يعني لو اتقفشت انتوا عارفين بقى اي حد يلحقني. واقعد اعمل كده كل شويه زي الارض الزراعيه كده، افتته لحد ما الريحه راحت منه، الكمكمه اللي كانت فيه خالص، وابتدى يجف لحد ما ان شاء الله يوسف يجي يبتدي يستخدمه. فالناس بتقول في البروتوكول او في القصه بتاعت الغليان او تغليه، انا بس كل حكايه ممكن يكون اعتراضي على القصه دي ان الغليان ممكن يفقد، وطبيعي ان هو هيقلل من قيمه الحاجه يعني عشان القيم بتاعته، فمعنى ان انا هغليه معنى ان انا هقلل من القيم بتاعته اكتر. هل بقى المفروض ساعتها ان انا اضيف سماد ارضي؟ مش عارف، بس انا الميثود اللي انا بحبها ان انا ما اغليش حاجه، لان بدل ما انا هستفيد من العناصر اللي فيها مش عايز اقلل منها حاجه. ف من وجهه نظري يعني اسبوع هجيبه، اسبوع تقعد تنقع فيه وتغير عليه ميه بنسبه كبيره، وبعد كده تنشفه خالص خالص بعد الاسبوع في البلكونه، وبعد كده تستخدمه براحتك. ودي الطريقه اللي انا بفضلها، واللي خالد عملها معايا في اول حوض كان ناجح جدا ما شاء الله، والفيلم ده قعد بتاع 6 شهور ما اشتغلش بيه في الحوض، وزرعته تاني واشتغل تاني، فالحمد لله كان كويس. بالنسبه بقى لده الفيرمي، وعايزين تعرفوا شويه معلومات عن الفيرمي، خلينا اقول لكم شويه معلومات. الفيرمي هو عباره عن في دوده اسمها ريد ويجلر، الدوده دي بياكلوها خضار وحاجات كده ومش عارف ايه، يعني بتاكل الكلام ده وتحول، وبتبقى موجوده في تربه معينه فبتحول يعني الكلام ده لاسمدة عضويه، يعني حاجات بتبقى غنيه بالعناصر اللي تحتاجها الزرع. الفيرمي ده بيستخدم في تسميد الاراضي الزراعيه والخضار والفاكهه ونباتات الخضار والحاجات دي في اوقات كتيره جدا، والناس ابتدت بره من 2005 تقريبا كانوا ابتدوا يحطوه في احواضهم
عشان في عناصر كتير يعني عشان هو قوي يعني. وكان كذا حد كتب كذا موضوع ليه علاقة بازاي تعمل يعني اللي هو ازاي تأهب الفيرمي ان هو يتحط في الحوض. انا اخدت الفيرمي حطيته زي ما هو في الحوض قطينة كده هيقلب المية وبيعملهاش لازمة يعني. هيبقى دمرت المية ومش هيقعد. ففي حاجة اسمها كاب لير او الجزء اللي بيكتم الفيرمي جواه. فانا حد دلوقتي دي 3 سنتي فيرمي. فعندنا بقى ايه كسر الجرانيت الصغير جدا يعني. عايز اقول لكم عايز اعمل فوكس ده مفيش ايه ملي او 2 ملي حاجة زي كده. بديها 4 سنتي فوق الفيلم. في ناس قالت لي احنا حطينا 2 سنتي والموضوع طبعا بخرج وطلع بلاوي وقعدنا فترة كبيرة على بال ما نحط اقلم والمية لونها رجع. لا انا بحط 4 سنتي باذن الله. لما يوسف يجي يعمل الاسكيب بتاع الحوض احنا كمان هيبقى بلس 4 سنتي بلس يعني هحط اكتر لان انا هعمل ان شاء الله ارتفاعات في بعض الاماكن وكده. فهيبقى الموضوع جميل جدا. طيب الجذور بتاعت النباتات هتوصل؟ طبعا بتوصل بتمد نفسها وبتاخد العناصر اللي هي محتاجاها من الفيلم ده. غسيله خد 4 ساعات دول تقريبا 16 لتر. انا محتاج 4 سنتي ارتفاع ويوسف ان شاء الله هيجيب تاني معاه وهو جاي كسر جرانيت او بزلت والله ما فاكر بس هو يعني حاجة زي كده. اعتقد ان ده اللتر ب 12 جنيه وده اللتر ب 9 جنيه. دي اسعارهم اللي بتتباع بيهم حاليا. الفيرمي طب نحط فيرمي كومبوست في احواض لوتك. انا ما بنصحش ان هو الفيرمي قنبلة موقوتة في حاجة ان هو فيه كمية مغذيات قوية جدا. فلما انت تغذي الحوض بكمية المغذيات دي مع نباتات ما بتنهوش بسرعة وما بتسحبش مغذيات اللي بتخرج منه بسرعة فهتعمل لك مشاكل ان انت هتتبهدل طحالب يعني هتتدمر طحالب. فانا وكنت عملت حلقة عن الفيرمي من فترة هحط لكم ان شاء الله اللينك بتاعها. انا لا انصح نهائي بان انت قصة الفيرمي دي تبتدي تستخدمه في حوض لوتك. يعني انا رأيي المتواضع لا هو هاي تك فقط وتستخدمه. فالفكرة ان انت بتجيب الفيرمي تحطه طبقة صغيرة تحت كده الاثنين او الثلاثة سنتي اللي انت هتعملهم تحط فيهم 4 سنتي كابلير او جزء يكتم الفيرمي وكمان يعمل بيه ارتفاعات اللي انت عايزها وتعمل الشكل النهائي. بس مينيموم خليه من وجهة نظري 4 سنتي عشان ما يخرجش منه حاجة هتتقرف انت بعدين. كده الفيرمي ممكن يطلع لون مع الوقت بس مع تغيير المية اللون ده بيروح. حتى انا اول مرة استخدمته طلع مني لون بس ما طولش يعني كان ايه مع تغيير المية مفيش اسبوعين كده ولا حاجة. الحمد لله رب العالمين الدنيا كانت صافية جدا 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 وكلير واشتغل بالطريقة بتاعته. المرة دي انا جبت الفيرمي من هاني. المرة اللي فاتت كنت جايب الفيرمي من خالد طاهر بس طبعا بيحصل تنسيق بيننا كلنا قبل ما نشتغل عشان نطلع الكلام. ده في حد طبعا يسألني ايه اللي هناك ده. دي شوية ارضية انا لقيتها عندي كسر بازلت تقريبا وفيها اعتقد لو انا مش غلطان ده كوارتز اسود. ده ممكن يكون كوارتز اسود. طيب هو بالنسبة للكوارتز الاسود يعني يوسف قال لي كده معلومة انا كنت اول مرة اسمعها. قال لي بلاش هطلع لك طحالب بني عشان في نسبة سيليكا عالية. فالسيليكا كان ايام المالح لما كنت بربي مالح كان بيقولوا ان هي كمان في نسبة من مية الحنفية سيليكا فبتطلع طحالب كتير. فكمان في الارضية ما كناش بنستخدم رمل سيليكا برضه عشان قصة الطحالب والكلام ده. فدلوقتي في الاحواض المزروعة انا ما عملت سيرش عشان اتاكد من المعلومه وهل فعلا كوارتز هيطلع سيليكا ولا لا. لكن ممكن نتاكد سوا وهنسال يوسف لما يجي عن القصه دي ونعمل عليها سيرش. ممكن يكون يوسف سمع المعلومه فقالها لي واحنا احتياطيا مش هنستخدمه دلوقتي لكن انا حاطط جزء منه احتياطي. هل هستخدم سمات ارضي؟ هكلم خالد يبعت لي مع الحاجه ان شاء الله شويه كبسولات كده سمات ارضي برضو نحطها بحيث ان النباتات حتى في الحتت اللي فيها ارتفاعات قوي تلحق تتغذى على بال ما توصل للفيرمي تحت وتبقى الدنيا تمام. دي الخلطه بتاعتنا اللي بنعملها دي تعتبر دي اي واي طبعا.
لان احنا هنا ما عندناش الحته بتاعت ADA الصويل بتاعها او الاكتيف صويل عموما بقى اللي هي الجاهزه. انت ما بتعملش الكلام ده كله، ايه حبيبات سودا بتزرع فيها بتبقى مفجوه والعناصر كلها والقصه انتهت. ولكن احنا لا نمتلك الموضوع ده، وكمان لما بيجي مصر بتنزل باسعار خياليه، يعني بتنزل باسعار غاليه جدا، والاكتيف صويل الصيني بتدوب. وما اعتقدش ان هي هتطلع العناصر اللي انا اعمل بيها حوض هاي تك، انا ببقى معتمد على هاي تك. الفيرمي لو استخدمته صح الله اكبر بيعمل، انا والله العظيم كنت ببص الحوض كان طلع حله كبيره كده حاجات قصصها، يعني ممكن مره كل اسبوعين اطلع نفس الحله عادي جدا. وحتى النمو ممتاز قوي مع الاضاءه ان شاء الله اللي عملها لنا خالد الليدات الكريه الامريكي، لسه ما اتكلمناش عن جزء الاضاءه، لكن ده القصه بتاعه الارضيه والموال بتاع الارضيه والكلام ده بمنتهى البساطه. الموضوع مش محتاج اي تعقيدات ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم وناخد النتيجه اللي احنا متوقعينها كلنا والكويسه ان شاء الله. طيب ده كان موضوع الارضيه بالمختصر بالاسعار بكل حاجه. الموضوع مش معقد جدا باذن الله. المفروض ان اليومين الجايين هستلم الحوض بقى والكشاف ونبتدي نشتغل اخيرا ونشوف الاسكيب. يا ترى يوسف فكر في ايه، او انا ويوسف متارجتين ايه؟ هنشوف. احنا محتاجين كم خشب كبير عشان نعمل الاسكيب اللي احنا عايزينه بالطريقه اللي تريحنا. مش هينفع الخشب المصري المعتاد بتاع جدور العلب في الموضوع ده، فهنحاول نشوف حاجه تانية ان شاء الله مستورده. شير وسبسكرايب بقى وانشر في كل حته ان شاء الله. ما تنساش تتابع الحلقات اللي فاتت عشان تفهم ازاي تقدر تعمل حوض مزروع هاي تك، تحاول تعمل حوض زي اللي انت بتشوفه على الانترنت. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. ما تنساش صلاتك قراءتك للقران، ما تنزلش من غير كمامه، دي نصايحي ليكوا. ربنا يا رب يحفظكم ويحفظ حباتكم واهليكم وكل الكوكب ان شاء الله بخير. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.